بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الفيديو الماضي تكلمنا عن التقرير الداخلي، وتكلمنا عن أنواع الإدارات العليا، الوحدات، الأفراد، وذكرنا أن العليا لها واجبات، والوحدات والأقسام لها واجبات، والأفراد عليهم واجبات. الآن بنتكلم عن التقرير الخارجي. طبعا التقرير الخارجي هو بتكلم عنها باختصار لأنه ما يحتاج حديث كثير، اللي هو أي منظمة تحتاج إلى تقديم تقارير، سواء لأصحاب المصلحة سنوية أو إلى الوزارات إذا كانت فروع من الوزارات. وهذا ما نسميه اللي هو التقرير الختامي. طبعا التقرير الختامي يتطلع المسؤول عنك أو صاحب المصلحة إلى تقديم دليل على فاعلية إدارة الأداء في هذه المؤسسة، سواء كانت مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة ربحية. إذا كان في مجال المجتمع، في مجال الإنسان، في مجال التوظيف، في مجال الصحة، مجال البيئة، كل بحسبه. نقدر نقول أن التقرير الختامي هو غالبا التقرير الخارجي اللي يصدر. أحيانا تحتاج بعض المنظمات إلى إرسال تقارير خارجية إلى جهات ذات علاقة مرتبطة بها بأي نوع من الارتباط، فتطلب منها تقارير تكتب لها. طبعا التقارير الخارجية يفترض فيه أن يكتب بطريقة يحمي فيها مصالح مختلف أطراف المنظمة. يفترض أن التقرير يدل دلالة أن المنظمة قامت بواجباتها وأعمالها على أكمل وجه. كذلك يفترض في التقرير أن يجيب على جميع التساؤلات التي طلب لأجلها هذا التقرير، هذا يفترض فيه. طبعا إعداد التقرير أو إعداد تقارير المخاطر يجب على معدة التقارير الرسمية أن يتناول، خصوصا أنه يجب أن تكون إجراءات إعداد تقارير المخاطر واضحة ومتوفرة لدى أصحاب المصلحة المنظمة. يعني يفترض في الإدارة العليا أو صاحب الصلاحية أو صاحب المنظمة والمسؤول عن المنظمة اللي طالب التقرير، يفترض أنه يعرف بالإجراءات التي تكون في مؤسسته. يجب على معدة التقرير معرفة أساليب الرقابة، خاصة المسؤوليات الإدارية لإدارة المخاطر. يعني نقدر نقول أنها المهام بمن هي مناطق يفهمها أو يكون عارفها، ويعرف كذلك أساليب الرقابة. كذلك الإجراءات المستخدمة في تعريف الأخطار وكيفية التعامل معها. يفترض معدة التقرير معرفة الإجراءات المستخدمة في تعريف هذه الأخطار وكيفية التعامل معها حتى يسهل عليه كتابة هذا التقرير. كذلك معرفة تطبيق نظم الرقابة الأولية بغرض إدارة الأخطار الهامة. كذلك تطبيق نظم المتابعة والمراجعة. هذه النقاط هي المفروض اللي يتكلم عنها معد التقرير: أساليب الرقابة اللي في مؤسسته، مسؤولياتهم، إجراءات المستخدمة خصوصا التعريف، كيفية التعامل، النظم اللي طبقوها، طريقة المتابعة التي قاموا بها.
كذلك يجب عليه أن يسجل أي نقص كبير غير مغطى من قبل النظام أو أي نقص في النظام نفسه، وكذلك تحديد الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل للتعامل مع هذا النقص. برضه يبين دوره أو دور منظمته في وجود في خلل في هالنظام إذا كان موجود، وكيف استطاعوا أو عملوا على تفادي هذا النقص أو هذه المشكلة. معالجة المخاطر، هذه النقطة الثامنة من نقاطنا اللي ذكرناها. يجب أن يقدم معالجة المخاطر، يجب أن يقدم أي نظام لمعالجة المخاطر كحد أدنى مجموعة من النقاط. يعني في حال حدثت مخاطر يجب على النظام أن يضمن التالي: أنه التشغيل الفعال والكفل للمنظمة، أن يعمل على تشغيل المنظمة تشغيلا جيدا، كذلك عليه أن يفعل الرقابة الداخلية، كذلك لابد من اتباع القوانين والتشريعات مع وجود المخاطر. يعني التشغيل الفعال والكفؤ، الرقابة الداخلية، اتباع القوانين والتشريعات، هذه نقاط مهمة يجب على المنظمة العمل بها مع وجود المخاطر. طبعا هذه النقطة الثامنة اللي ذكرناها، باقي لنا يعني تقريبا نقطتين أو ثلاثة حتى يمكننا تغطية خطوات إدارة المخاطر. الله يعطيكم العافية وكل الشكر لكم على حسن استماعكم.